اللي يسمع خطاب وزير الخارجية الإيراني عباس حرقشي راح يعرف إنه الوعد الصادق 3 صار في طيات الأرشيف الإيراني. نعم، البرغماتية الإيرانية تتقدم للجواب على سؤال جوهري يهز العالم: هل أنتم مستعدون لترامب بدون قيود؟ ترامب راجع للبيت الأبيض وهو متحرر من السلاسل ومعزز بأغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ، واللي يقتربون للهيمنة على مجلس النواب أيضاً، ليصبح الرئيس الأمريكي 47 مطلق اليد ولا أحد يعترض طريقه. عرقشي حاول ينأى ببلاده عن التورط بمخطط اغتيال ترامب، وقال هاي مسرحية رخيصة، لكن وزير خارجية إيران دعا ترامب قاتل الجنرال قاسم سليماني إلى محاولة إعادة الثقة للعلاقات بين واشنطن وطهران، وأكد أنه بلاده ما تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وهذا يخلي ملف تغيير العقيدة النووية الإيرانية فوق ملف الرد الإيراني وبنفس الأرشيف. النبرة الإيرانية الجديدة بعد فوز ترامب دفعت بالإصلاحيين للواجهة، وهنا يطلع علي لاريجاني وهو يدعو لتجنب فخ إسرائيل وأن يكون الرد بعقلانية، وركز لي هنا على قصة العقلانية، وكأنه يقول أن الردود المجنونة وغير المحسوبة هي حصراً مسؤولية الفصائل المتناثرة في الساحات، ودولها هي من تتحمل العواقب بعيداً عن إيران. إيران اللي حذر مرشدها ليلة انتخاب ترامب من أي رد غير مدروس على الضربات الإسرائيلية. أما في العراق فالمنعطفات بدأت بتهنئة وانتهت باتفاق على التنسيق لإنهاء الحروب في المنطقة وتحضير للقاء قريب وعاجل. هنا أحكي على مكالمة السوداني وترامب، وركز لي هنا على المكالمة، فلم نسمع بنسخة أمريكية عن مضمونها، والحق يقال كانت مهمة وبوقتها، وكانت تجسيد عراقي لرسالة المرجعية بحصر السلاح بيد الدولة، وهذا يعني إبعاد العراق عن شبح الحرب. حديث المرجعية يناقض ما تراه الفصائل في وحدة القرار ووحدة الساحات. وزير خارجيتنا فؤاد حسين أكد أنه لولا الأمريكان لكانت إسرائيل قد شنت ضربات انتقامية على بنك أهدافها بالعراق. تصريح يخلي العراق في عين العاصفة، ومعه يتجدد السؤال عن عين الأسد ومصير الاتفاق على موعد انسحاب القوات الأمريكية. عجباً، هذا في قاموس ترامب الجديد أم يفاجئنا الما ينحزر بإعادة التموضع داخل الحدود؟ يقول قائل: ليش هو ترامب مال قبل مثل ترامب هسه؟ حياكم.
حياكم الله أعزائي المشاهدين، ورحب بضيوفي الكرام نجاح محمد علي باحث في الشأن السياسي من لندن، حياك الله أستاذ نجاح، والأستاذ عائد الهلالي سياسي مستقل من بغداد، مرحبا بك أستاذ عائد، ومعي أيضا دكتور عبد الجبار أحمد أستاذ العلوم السياسية من بغداد، مرحبا بضيوفي الكرام. أبدأ أولا مع أستاذ نجاح محمد علي، كنت تتوقع فوز ترامب أستاذ نجاح، وجاي تشوف اللغة شلون اختلفت بعد فوزه؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وتحية لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين والمشاهدات. أي نعم، أنا كنت أتوقع فوز ترامب، بس كنت أتوقع أيضا أن الدولة العميقة في الولايات المتحدة قد لا تسمح له بتسلم السلطة، ونشرت ذلك وتحدثت عن ذلك وقلت أن الشعب الأمريكي يريد ترامب، والدولة العميقة المتمثلة بالحزب الديمقراطي الحالي ولوبيات المال والسلاح لا تريده وتفضل حريس. لكن بالمجمل يعني خب تعرف جيدا أنا أيضا متخصص وفي الشؤون الإيرانية، يعني أنا سنوات طويلة أعمل على هذا الملف الإيراني، وأعتقد أن الإيرانيين أيضا كانوا يتوقعون فوز ترامب، وعلى هذا الأساس هيئوا الأرضية واستقبلوه برئيس إصلاحي، لأنك تعرف جيدا أنه بإمكان مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على الانتخابات أي انتخابات تجري في إيران ويؤهل المرشحين لها، وكما كان يفعل في السابق كان يمكن أن يحضر أي مرشح إصلاحي لخوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أفضت. طيب ما شنو رأيك بالمكالمة اللي صارت بين السوداني وترامب؟ أيضا هي يعني استقبال مثل ما الإيرانيين استقبلوا ترامب بالرئيس الإصلاحي، السيد السوداني استبق هذا الشيء وسوى مكالمة إصلاحية مع السيد ترامب اللي هو مطلوب القبض عليه بالعراق، وليس فقط في العراق، يعني مذكرات القبض أو صدرت على ترامب من سوريا ومن العراق ومن إيران أيضا. وبالنسبة للعراق ووفق القوانين العراقية المعنية، يعني هنالك فصل بالسلطات، ومن الناحية الدبلوماسية بإمكان الرئيس وبإمكان رئيس الوزراء أن يجري مثل هذا الاتصال أو يقدم التهنئة، لأن السلطات منفصلة. وحتى هذه اللحظة أيضا بالمناسبة، يعني هي مذكرة القبض أو مذكرة إلقاء القبض بالإمكان إلغائها من قبل جهة قانونية فوق المحكمة التي أصدرت هذه المذكرة، وهي مذكرة ابتدائية. لكن عموما عندما تسلم، يعني عندما أصبح رئيسا منتخبا، وبالمناسبة هنالك أكثر من 33 أيضا قضية جنائية بحقه في الولايات المتحدة الأمريكية لم تسقط، لكن يمكن تأجيلها، والمحامين الآن يشتغلون على هذا الأساس قبل تسلمه الرئاسة. عندما يصبح رئيسا للبلاد في الولايات المتحدة وفق الاتفاقات الدولية، أعتقد هو سيحظى ب حصانة دولية تمنع العراق، إيران، سوريا وأي جهة أخرى. والله هاي العقلانية كانت غائبة أستاذ نجاح حقيقة، يعني كانت غائبة في فترة قريبة جدا، كان ممكن يقتل الشخص بس تتهم أنت قريب من السفارة، أنت داخل للسفارة ممكن يقتلوك، أنت عندك هيك تغريدة ممكن ينعلون شيب شيب أبوك. هاي العقلانية الجديدة عند الفصائل وعندك وعند إيران، لازم نهلهل، شو نسوي؟ نصفق لها؟ والله ممتاز يا أخي، أهلا وسهلا. والله عدنان، هلهل وصفق، شنو المشكلة؟ وي. لكل مقام مقال في الإسلام أيضا، وذلك القرآن الكريم يتحدث عن العقلانية ويتحدث عن لكل مقام مقال. ناس انكتلت، نحن معاشر الأنبياء. أي نعم، ولو ناس انكتلت. وي. بالمناسبة هنالك دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، هذه قواعد أصولية، والعلماء والفقهاء يشتغلون في هذا الإطار. هسه أنا لا أريد أن أخون جهة ولا أريد أن أضعف جهة، بس أيضا أقول يعني حتى هذه المذكرة، وهو لماذا صدرت مذكرة قبض بحق ترامب؟ لأن ترامب بنفسه اعترف علنا بقتل مواطن عراقي هو أبو مهدي المهندس. بس هذا عندما سئل نفس السؤال بالمناسبة من قبل الكونغرس الأمريكي، سألوه ماذا قتلت قاسم سليماني تحديدا وأبو مهدي المهندس، استند إلى تفويضين صدرا في العامين 2001 و2002 من قبل الكونغرس الأمريكي يسمحان
للرئيس الامريكي بشن اي عمليه عسكريه. اسمعني يا واش بس هاي الجمله بس هالجمله مع اذنك. زين، هذان التفويضان يمتلكهما ايضا الرئيس الحالي بايدن، والذي وقع هذين التفويضين قتل ابو باقر الساعدي وغيره من القاده. هسه انت بديت تتبرر لترامب وبايدن قتل قاده الفصائل؟ بديت تتبرر على اساس انه عندهم تمويل من الكونغرس؟ وأبرر، أقول هذا الخطر قائم وجاثم ولا يزال قائم. وترامب بايدن أيضا استخدمه في قتل قادة عراقيين، وبالإمكان تكراره في عهد ترامب. ما يعني طيب. ما يعني أنه على العراق وإيران الاستعداد لمرحلة جديدة أستاذ، ربما يكون فيها التصعيد هو سيد الموقف، ربما طيب. ربما بالعكس تماما. لا أنا يعني خلاص، إحنا خلي أسأل أستاذ عائد، يعني قص اللي خوفنا هو الرد الإيراني ومخاوف أنه الرد الإيراني أن يكون من العراق، هاي خلاص بعد صارت قديمة أستاذ عائد. والاتصال بين السيد السوداني وترامب إجا في وقته وفي محله، حتى نلغي قصة أنه العراق ومجيء ترامب وإلقاء القبض وقصة المطار، خلاص إحنا على بياض، يعني مرحلة جديدة وصفحة جديدة أستاذ عائد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكم أستاذ عدنان ولضيوفك الأكارم وكذلك لقناة كون مقرة والمشاهدين الأعزاء. بكل تأكيد يعني العقلانية مطلوبة والبراغماتية مطلوبة وحاضرة، وخصوصا في صراع لربما يشتعل فيه اليابسة والأخضر. اليوم المنطقة يعني وصلت إلى حالة من التأزم الكبير جدا، فبالتالي الانجرار خلف أهداف لربما تكون كبيرة من الممكن أن يكون ثمنها باهظ جدا. يعني الاحتكاك حصل ما بين الجمهورية الإسلامية والأمريكان في فترات يعني سبقت هذه الفترة، وخصوصا في زمن ترامب. في تلك الفترة كان هنالك يعني احتكاك واضح ومباشر، لكن على ما يبدو أن الطرفين هم لا يريدون الذهاب إلى حرب، وهم الآن بذات التوجه وبذات الفكر، لأنهم يعتقدون أنه التكاليف سوف تكون باهظة. وترامب قد أعلن بشكل صريح وواضح أنه جاء من أجل تحسين الاقتصاد الأمريكي، تحسين الوضع بالنسبة للمواطن الأمريكي، وهنالك مشكلة كبيرة جدا عليه أن يجابه هذه المشكلة، ألا وهي المشكلة الصينية، وكيف من الممكن أن يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى الواجهة كقوة اقتصادية كبيرة جدا. قبال هذا الموضوع ما ممكن أن ينخرط في حرب ويذهب إلى تجيش الجيوش، وهذا لربما سوف برأيك السيد السوداني برأيك السيد السوداني حتى سوى اتصال مع ترامب، خاض حوار مع الإطار مع الفصائل قبل لا يعمل هيك اتصال؟ يعني تعرف أنت يعني السيد السوداني يعرف أنه هذا واضح. قاتل الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني ماخذ ما طلع عليه. سيد الكريم، يعني شوف، احنا في الفترة الماضية كان هنالك حديث يثار من قبل بعض الكتل السياسية داخل الإطار التنسيقي من أن السيد السوداني لربما يتفرد في قراراته، وخصوصا في القرارات الكبيرة التي تحتاج إلى مشاورة من قبل قادة الكتل السياسية. فلا أعتقد أن السيد السوداني بموضوع كبير كهذا من الممكن أن يخطو خطوة بعيدا عن الإطار التنسيقي. احنا نعرف أن العلاقة كانت متشنجة، واليوم لربما هنالك بعض الهدوء وبعض الصفاء ما بين السيد السوداني والكتل السياسية التي كانت لربما في فترة من الفترات قد صعدت بشكل كبير جدا ضد السيد السوداني. فقطعا السيد السوداني لم يتصل بالسيد ترامب، هو هنى في البداية طيب. الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي عن طريق التويتر، وأيضا كذلك فخامة الرئيس هنى عن طريق التويتر، لكن عملية الاتصال قطعا هي مدروسة بشكل حكيم. السيد السوداني يمتاز بحكمة بهدوء باتزان، بس بموافقة الإطار التنسيقي ربما من قطعا. أنا أعتقد أنه حتى الإطار التنسيقي ما عنده مشكلة الآن بقدوم ترامب والفتح صفحة جديدة والتعامل مع ترامب، على اعتبار أنه أمر واقع اليوم. طيب. أخ أبو عمار، اليوم هنالك أمر واقع جديد حصل في الولايات المتحدة الأمريكية، وترامب عاد من الباب الكبير، لم يعد من الشباك. لا يا سيدي، أنا بالعكس، أنا لست بالضد من يعني أنا مع أنه تعامل ببرغماتية وسياسة ومصلحة عليا. نعم. بس أقول استاذ هاي شوف هاي الشيطنه،
يعني قبل فترة طلعونا أولاد سفارة، طلعونا أولاد كذا، أولاد زنا، أولاد كذا، أولاد كذا، وقتلوا شباب وكذا، فصارت بيتهم يعني أنه مصالحنا مع أمريكا نتصل بترامب اللي هو قتل أبو مهدي المهندس، أوكي أنتوا لازم كذا، مصالحنا لا بالضد، أنه شايف الشعارات من تتوزع وبكيفهم وبمزاجهم. هي هاي القصة أنا اللي جاي أتحدث عنها وأريد تفسيرها أستاذ عائد. يعني سياسة هاي لو شوف إحنا بالنسبة إحنا بالنسبة لنا جل الاحترام والتقدير لكل أبناء الشعب العراقي، سواء كان من هذه الطائفة أو من تلك، سواء كان ينتمي أو لا ينتمي لهذه الجهة أو تلك، كنا أبناء الشعب العراقي، وعلى الجميع أن يفهم هذه اللغة. اليوم أنه أنا عندما أتحدث عن أي موضوع فإنني لا أريد أن أهدم الدولة العراقية، بالعكس لربما أنه هنالك الكثير من المعلومات أو من الأفكار التي أريد أن أقوم بها أداء الحكومة وأداء الدولة العراقية، شنو المشكلة يعني؟ الموضوع الآخر اليوم أعتقد أنه الإطار أيضاً نأى بنفسه بشكل أو بآخر عندما وأوكل الأمور إلى السيد السودان، والسيد السودان قام باتصال، وهذا الاتصال استمر لربما أكثر من 20 دقيقة، ففيه حديث كثير جداً وطويل جداً عن مستقبل العلاقة ما بين الدولتين، وأن نذهب إلى تفاهمات كثيرة ولا نحصر الموضوع على الجانب الأمني فقط. طيب سأب جبار، أنت شلون قرأت القصة؟ يعني فوز ترامب واتصال السيد السوداني لأهميته في هذه المرحلة، وهو بنفس الوقت اتصال مهم، يعني جاء اتصال أول بالمنطقة بقيادات المنطقة مع السيد السوداني، بين ترامب مع السيد السوداني. تفضل دكتور. بعد التحية جنابك وضيوفك الكرام ومشاهدي قناتك الموقرة، سيد عدنان، حينما يفوز أي رئيس في أي دولة من دول العالم تبادر حكومات، رؤساء وزراء، رؤساء جمهوريات، الملوك بتقديم التهنئة، فهي من الناحية البروتوكولية الدبلوماسية شيء طبيعي أن يكون هناك اتصال، أن تكون هناك مباركة وتهنئة من رئيس وزراء العراق للرئيس الجديد. نتحدث عن رئيس جديد وتربط العلاقات استراتيجية، شراكة، تحالف ثنائي، كان على الأقل تقدير هناك اتفاقية إطار استراتيجية. وهذا الاتصال أين كان 20 دقيقة 3 دقائق، مجرد وجود اتصال أنه حتى يكون هناك بصمة في ذاكرة الرئيس الجديد أن هناك اتصال من رئيس وزراء عراقي، وأكيد على أقل تقدير تم التنويه للبحث في بعض ملفات من هنا وهناك. ولكن هذا الاتصال هو ما زلنا في بداية الطريق، في بداية الطريق وجدا مبكر، يعني نعم أي نعم هو اتصال إيجابي، ولكن من المبكر جدا أن نعطي إيجابية مطلقة مثالية، لأننا هناك ننتظر أولا خطاب رسالة الاتحاد اللي يعني بعد تسنمه في 20/1/2025 هيحدد المفاصل الفريق مالته اللي يكتمل، خلينا نشوف منو مستشار الأمن القومي، شنو توجهاتهم، بومبو يرجع لو ما يرجع، ثم الكابينة مالته والوزارة الخارجية، يعني مجموعة ملفات هي غير واضحة حتى هذه الساعة. اثنين، في بعد 20/1 حتبدأ الملفات الأولويات، هل ستكون الأولوية لإدارة ترامب هي الحالة في أوكرانيا، الحرب في أوكرانيا، أم في غزة، أم في لبنان، أم في إيران؟ أنا أعتقد هي جميعها مهمة. يعني راح نرتاح من أولوية من اتهامات التخوين، يعني أتحدث بصراحة. احكي لي بهاي النقطة. أستاذ عدنان، بعد ما حد يتهمنا أنتم أولاد سفارة. من 20 زين. لا هي شوف، من 20/1 خلينا ننتظر 6 أشهر، لربما أقل بشهر، أكثر بشهر، 6 أشهر. إن مارست إدارة ترامب ضغوطات فيما يتعلق المشروع النووي، ضغوطات فيما يتعلق السلام الإبراهيمي، فيما يتعلق ضغوطات إنكار حل الدولتين، أو ضغوطات على الفصائل المسلحة أو على الحوثيين، وإطلاق يد نتنياهو في المنطقة، والبحث عن ضغوطات عسكرية وأمنية على إيران، لا في تلك اللحظة لن يكون أيضا هناك شهر عسل. طيب. ستجد نفس القصة تعاد، ويكون هناك توترات مباشرة وغير مباشرة، لكن الأهم هو خلي نركز على الحقيقة سيد عدنان. ترامب في 2024 غير ترامب في 2018. الآن هو سيكون أكثر العفو، أكثر عقلانية. نعم أنا أقدر أن هناك عمل مؤسساتي، لكن الستاف الجديد سيجعله يتحرك
وفق عقلانية وبرغماتية أكثر. هذه العقلانية والبرغماتية لربما أقول ستجعله يعطل قليلا أو كثيرا من الضغوطات العسكرية من الردع الفعال، سيتيح المجال للأطراف دول الخليج العربي العراق يا سيدي من دون أن يكون أن يمارس يعني الضغط الأقصى بالدرجة الأولى. أنا أفتهم هذا الكلام، بس يعني هذا سؤالي للأستاذ نجاح، يعني هاي تغريدة وزير الخارجية الإيراني وهو يتحدث يقول للشعب الأمريكي اتخذ قراره وإيران تحترم حقهم في انتخاب الرئيس اللي يختارونه، إن الطريق إلى الأمام هو أيضا خيار يبدأ بالاحترام. هذا وزير الخارجية الإيراني، ويقول إيران لا تسعى للحصول على الأسلحة النووية، هذه السياسة مبنية على التعاليم الإسلامية وحساباتنا، إن بناء الثقة أمر ضروري من كلا الجانبين. يعني هذا وزير خارجية إيران يتحدث بهاي اللغة. بالأمس كان حديث آخر، كان أكو تشنج آخر في إيران وفي العراق، كان أكو اتهامات وتشنجات وينقتلون عليها ناس وتستباح دم واتهامات. هل اللغة خلاص دوس دقمة اختلفت؟ أستاذ نجاح، أستاذ عدنان، تفضل. أستاذ عدنان، في موضوع جدا ما أخذ مال عراقشي، هو اسمه عراقشي مو عراقشي، على كيفك وياه. عراقشي من العراق، أكو عراق العرب وعراق العجم. يلا تفضل. بناء في موضوع بناء الثقة بين إيران والولايات المتحدة، هذا الأمر ليس جديدا. منذ مجيء الرئيس الإيراني الإصلاحي السيد محمد خاتمي في 1997 رفع هذا الشعار إزالة بؤر التوتر في العلاقات الخارجية الإقليمية والدولية وكسر أو إيجاد ثغرة في جدار الريبة والشك في العلاقات الإيرانية الأمريكية. موضوع مو جديد، يعني ابدا مو جديد. وحتى في قضيه ترامب، يعني بما انه قتل الشهيد قاسم سليماني وفرض ضغوط الحد الاقصى وكل ما فعله في تلك الفتره وحاول تصفير صادرات ايران من النفط، ايضا في تلك الفتره جرت هنالك محاولات لاعاده الثقه بين الطرفين، وكان هو ترامب نفسه المبادر الى ذلك، لكن الايرانيين في تلك الظروف تعرف يعني المزاج النفسي لا يسمح في تلك الظروف، مع وجود وسطاء مثل سويسرا وعمان وقطر دخلوا بقوة على هذا الخط. مع ملاحظة أيضا، مع ملاحظة وأذكرك بهذه النقطة، إيران بعد قصف قاعدة عين الأسد في العراق أعلنت أن انتقامها لقاسم سليماني انتهى هكذا من الناحية الدبلوماسية على الأقل. فحتى شوف، يعني هم الإيرانيين وجهوا رسالة مهمة جدا إلى ترامب على لسان ليس فقط عراقي، كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاستراتيجية الدكتور محمد جواد ظريف اللي هو كان وزير خارجية وقاد مع عراقي أيضا المفاوضات النووية سابقا اللي أضت إلى اتفاق نووي عام 2015، وجه رسالة واضحة إلى ترامب، قال له أنت، يعني نأمل أن تعيد النظر في حساباتك، أنت فرضت علينا سياسة العقوبات القصوى وكنا نخصه ب 3.5% يورانيوم، الآن وصلنا إلى 60%. هذه رسالة يدركها الأمريكان، مو بس ترامب هو رئيس تنفيذي، تدركها الدولة العميقة وحتى الكيان الصهيوني في قضية أن إيران قد تكون قاب قوسين أو أدنى من الحصول على سلاح نووي إذا ما مورست عليها المزيد من الضغوط. ولعلك تذكر قبل أيام فقط أشرت إلى العقيدة النووية وتغيير العقيدة النووية، قبل أيام فقط سئل المرشد السيد القائد خامنئي من قبل الطلبة عن لماذا لا نغير في عقيدتنا النووية، لأنهم يحتاجون فقط الفتوى، قال كل شيء وارد، قال لهم من الممكن، نعم من الممكن ذلك، لكن في الوقت الحاضر علينا الاهتمام بزيادة مديات الصواريخ بعيدة المدى. وهذه أيضا رسالة، يعني إذا تريدون نكرر تجربة كوريا الشمالية اللي هو أيضا ترامب يعني لديه موقف إيجابي من العلاقة مع كوريا الشمالية، فلا تمارسوا علينا هذا عن إيران. أستاذ نجاح، ماذا عن العراق؟ يعني إحنا بلدنا أيضا يجب أن يترك يقرر مصالحه
يقرر سياسته الخارجية، ما يرسلون طائرات مسيرة، ما يرسلون تقنيات باليستية، ما يحاولون يسوون من قاش نار مع إسرائيل. أيضا من حقنا أنه نفكر بمصلحتنا مع رائع، لكن في نفس الوقت الذي الخطر الذي يأتي الآن هو من إيران، من العراق إلى إيران، مو من إيران للعراق. نعم، والدليل على ذلك أن الخطر منين يجي أستاذ نجاح؟ ما سمعتك زين. الخطر الذي يتهدد واحد من الطرفين مو من إيران للعراق، من العراق لإيران. والطائرات الصهيونية قصفت إيران انطلاقاً أو باستخدام صار العراق يهدد إيران باستخدام العراق. أنا ما أحكي عن العراق كدولة كحكومة، أتحدث عن الوحدة السياسية، الوحدة الجغرافية السياسية. من أين انطلقت العمليات التي نفذها الكيان الصهيوني؟ شلون عبرت وإجت إلى إيران وضربت من العراق؟ مع ملاحظة أن العراق كان قد تعهد مثل بقية الدول، مثل السعودية والأردن ودول أخرى في المنطقة، بعدم السماح للكيان الصهيوني باستخدام أجوائها وأراضيها لشن حملة ضد إيران. العراق سمح، العراق لا أقصد الدولة السياسية، مو محمد الشيعة السوداني ولا الرئيس العراقي، ولكن القوات الأمريكية الموجودة، قوات أمريكية موجودة في العراق، تفويضان موجودان يمتلكهم الرئيس الأمريكي بدون العودة إلى الكونغرس، وجود اتفاقية الإطار الاستراتيجية التي يستطيع الأمريكان أن يستغلوها بحماية الدفاع عن النظام الديمقراطي في العراق ويشنون عمليات ضد إيران. القرار الدولي 598 الذي أوقف الحرب العراقية الإيرانية فقط ولم يفضي إلى اتفاقية سلام، يعني الوضع هش، العلاقات هشة. فيمكن أن يشكل العراق بوجود الأمريكان. وأذكرك فقط، أذكرك بتصريح لوزير الدفاع أوستن يتحدث علانية، يعني بعد ما قالوا بأنه نحن نريد تخفيض القوات أو إخراج القوات الأمريكية، طلع يوم 13/9 وكررها بعد العملية، قال نحن قواتنا موجودة في المنطقة للدفاع عن أمن إسرائيل. من خلال شوف بتجربتي هاي بالعمل، يعني هاي صارها قصة قديمة، يعني صارها سنوات أستاذ نجاح. هاي الحكومة العراقية، الحكومات العراقية ما راح تنجح بالمناورة بين الإيرانيين والأمريكان. لازم يحددون وجهتهم، لو هم عندهم حليف أمريكي يتفقون وياه وينسقون وياه مصالحهم، لو عندهم حليف إيراني استراتيجي وينسقون وياه. هذا اللعب ماكو على الطرفين، انه اني مثلا اقول للامريكان تعالوا احنا عندنا تحالف استراتيجي وخلي الايرانيين يدخلون اطار وطائرات ويخلي الايرانيين. استاذ عائد، هذا الكلام منطقي لو لا؟ ترى العراق راح يبقى هالشكل، يعني ملعب، ما اريد احكي كلمه شويه قاسيه على المشاهد، بس راح نبقى بهالشكل هذا، لا احنا ايرانيين ولا احنا امريكان، وهاي ما راح تصفى القصه، ما راح تصفى ابدا، لا يفيدها اتصال ولا يفيدها فتاوى ولا يفيدها اي شيء اخر. تفضل استاذ عاد. شكرا سعدنا. بكل تاكيد يعني عمليه الوجود في الساحه الرماديه او المنطقه الرماديه امر يعني غير محبب، لكن هي المشكله الاساسيه انت تفرض عليك الجغرافيا السياسية بجوار الدولة الإسلامية في إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك هنالك طموحات كبيرة جدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتريد أن تجد لها مساحة في منطقة الشرق الأوسط. وأعتقد أن التغييرات القادمة في خارطة الشرق الأوسط سوف تكون كبيرة جدا، وأنا تحدثت في هذا الموضوع وقلت أنه لربما سوف تكون هنالك ضحايا كثيرة جدا من الممكن أن نراها في المستقبل. واحدة من هذه الضحايا ربما سوف تكون سوريا، وتقوم روسيا بتقديم سوريا مهرا لإنهاء الحرب الموجودة الآن في أوكرانيا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإعطاء القاعدة البحرية في طرطوس إلى الروس، وكذلك إيجاد وسادة ما بين أوكرانيا وروسيا. فماذا نصنع إذا أصبح الأمر هكذا؟ يعني هنالك نحتاج إلى أن يكون لدينا رؤية استراتيجية كبيرة جدا قادرة على أن تمسك الأمور بشكل عقلاني، وأن تجد مساحة للعلاقات المتوازنة ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية القادمة بقوة أعتقد إلى منطقة الشرق الأوسط، من خلال الاتفاقات التي حصلت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من حلفائها داخل المنطقة. والعراق الآن
يعني حقيقة في منطقة الحرج الكبير جدا، إلى أين يتجه؟ بكل تأكيد سوف يكون هنالك ضرر كبير جدا إذا ذهب بهذا الاتجاه أو إذا ذهب بهذا الاتجاه، وعليه أن يجد يعني سياسة لربما أو يجد سيناريو من الممكن أن يكون مقبول قادر على أن يجمع النقيضين، يعني كما هو الحال الآن. طيب. في بالنسبة إلى قطر، قطر أيضا هي بجوار الإيران عفوا. طيب. قطر يعني بخلي أدخل بقصة مهمة جدا، آسف للمقاطعة، بس أقول برأيك الفصائل نعم. راح تتراجع عن عملياتها ضد إسرائيل بعد اتصال السوداني، بعد فوز ترامب، راح بعد الخطاب الإيراني الجديد نعم. إنه إحنا نحترم الخيار الأمريكي وفوز ترامب، راح يتراجعون نعم. وراح يستمرون. أنا أعتقد أن هنالك خطاب أهم من هذا وذاك أستاذ عدنان، لا الخطاب الأمريكي ولا الاتصال ولا أيضا ما صدر من الجمهورية الإسلامية. أعتقد أنه صدور يعني البيان من المرجعية الرشيدة وأن الموضوع موضوع الحرب والسلام بيد الدولة العراقية وأن لا يكون هنالك انجرار للحكومة العراقية، هذه الرسالة وصلت إلى الجمهورية الإسلامية قبل أن تصل إلى الفصائل، وبالتالي الجمهورية الإسلامية من الممكن أن تقوم بكبح جماح الفصائل في العراق، لأنها تدرك مع المرجعية ومع العقلاء أنه عملية الذهاب والانخراط في هذه الحرب لربما سوف تكون تداعياته خطيرة جدا على العراق الذي لا يمتلك، يعني تحدثنا وتحدثتم قبل قليل يعني بخصوص يعني استخدام الأراضي العراقية أو الأجواء العراقية والتهديد كما قال الأستاذ نجاح أنه التهديد جاء من العراق إلى إيران. العراق يا سيدي لا يمتلك القدرة على حماية يعني أجواءه ولا يمتلك يعني سلاح من الممكن أن يكون قادر على كبح هذه التقنية العالية جدا التي تستطيع أن تظلل أقوى وأفضل الدفاعات الجوية في العالم. اليوم العراق يعني يحاول أن يستعيد عافيته، فعلينا أن يعني نصبر على العراق وأن نساعد العراق وأن ندعم العراق وأن لا ندع العراق ينخرط في هذه الحرب، لأنه لربما سوف تكون الأضرار كبيرة جدا ونعود كما قالوا إلى القرون الوسطى. أستاذ عبد الجبار، برأيك يعني أكو كلام للسيد وزير خارجية فؤاد حسين يتحدث به عن الدور الأمريكي بكبح جماح الإسرائيليين بالهجوم على العراق، يعني يتحدث بشكل واضح السيد فؤاد حسين أنه الدور الأمريكي كان موجود بمنع الإسرائيليين من التعرض إلى العراق. طبعا هاي ثاني مرة فؤاد حسين يتحدث بهيك قصة، قبلها كان يتحدث عن أنه الحكومة حكومة السوداني حاولوا ثني الأمريكان من شن هجمات على العراق بعد تعرض قاعدة عين الأسد. زين أكو شيء راح يتغير مستقبلا بنشاط الفصائل بهجماتها باستمراريتها بعدائيتها للكيان مثلا، لو راح يستمرون بمنوالهم؟ يعني رد فعل الفصائل يعتمد على مجموعة متغيرات أو أسباب، أولها ما يلي: إذا استمرت الحرب في غزة وفي لبنان من دون وجود ضواغط أقليمية، مؤتمر قمة عربية إسلامية، ضواغط من ترامب أو من هنا أطراف هنا وهناك على أقل تقدير لتحقيق هدنة أو إيقاف إطلاق نار، فالفصائل سوف تستمر في عملية القصف. اثنين، في حال إذا يعني استمرت البراغماتية والعقلانية الإيرانية اللي بدأت مثلا بتصريحات عراقتي، وثانيا مدير وكالة الطاقة الذرية النووية حيروح يزور إيران في الأسبوع القادم، وإمكانية البحث عن ملفات فنية، وهذا يعني إظهار براغماتية مستمرة وعقلانية، ومن ثم النأي بأنه العراق لن يكون ساحة لأن يكون يعني ممرا أو منطلقا لتوجيه ضربات إلى إسرائيل، الأزمة سوف تهدأ قليلا. ثلاثة، الأهم هو الضاغط الأمريكي إذا استمر على حكومة نتنياهو ألا يوجه ضربة إلى العراق سواء ضربة الفصل أم لم يعني تستهدف إسرائيل، سيكون أيضا هناك هنا. لكن خلينا ننتظر ليوم الخطاب الرسمي لترامب. إذا استمرت الفصائل بعد 20/1 دكتور، إذا استمرت الفصائل بعد 20/1 فالنتائج الاستراتيجية ما يلي: أولا، سيكون المتضرر الأول قبل العراق هو إيران، وفي تلك اللحظة سيتآزر الجهد لحكومة نتنياهو الصهيونية المغتصبة مع عادات ترامب وتوجهاتها، وسوف لن يكون هناك عذر لا لترامب ولنتنياهو، بمعنى سيكون هناك عملية استراتيجية سحب البساط
من تحت أقدام الإيرانيين لا سمح الله، ومن ثم تصبح الساحة مفتوحة لنتنياهو أن يفعل يعني ما يشاء من جرائم وإلى آخره. إذا تعاطف الإيرانيون وتضامن وتعاضد تحت مصطلح وحدة الساحات، أتحدث عن فعل الفصائل وليس ما حزب الله في أو في غزة. لا هسه هاي ومن مؤجلة. ثم قالت إنه هذا من حقنا أن ندأ. هسه مؤجلة صارت وحدة. حتى بعد 20/1. نعم. أيضا ننتظر بعد 20/1. الأهم ما في الموضوع هو السؤال الاستراتيجي، هل سيبدأ ترامب بداية إدارته بحرب؟ وهو يقول في خطاباته لا نريد الحرب الواسعة، هو يريد أن يقول لربما يطلق يد نتنياهو، نعم في غزة في لبنان زين، لكن هو يريد الموضوع في أوكرانيا أن يتم حله مع الصين حلول اقتصادية. لذلك أشك أنه سيبدأ بضواغط عسكرية فيما يتعلق وتوجيه، لأنه أي ضربة توجه للساحة العراقية بغض النظر إن تضامنت الفصائل مع إيران أم كان عملها فرديا استقلاليا، طيب في تلك اللحظة أيضا المصلحة الأمريكية ستتضرر. المصلحة الأمريكية وين؟ ليس فقط في قاعدة عين أسد، أينما وجدت مصلحة أمريكية في دول الجوار في هذه المنطقة. ولذلك لاحظ معايا المملكة العربية السعودية تحرص على أن يكون هناك مؤتمر قمة عربي إسلامي، رئيس أركان الجيش السعودي الآن في إيران، لأنهم يدركون أنه لابد من ضبط إيقاعات التوترات على أقل تقدير. حينما يستلم ترامب تكون علاقة هناك صيغة مهيئة، صيغة عراقية إيرانية سعودية قطرية، شوف هاي لضبط على أقل تقدير. هاي التناقضات اللي لازم تتوضح للشارع العراقي، اللي لازم يفهمها العراقي. يعني رئيس أركان السعودي موجود بإيران، وعندنا أبو علي العسكري الله يحفظه ويرضى عنه يهدد بالسعودية ويهدد الإمارة. شوف هاي التناقضات اللي لازم تنفضح. يعني مثلا يعني يتحدث السيد عباس الزيدي اللي هو القيادي في كتائب سيد الشهداء، يقول سلاح المرجعية، سلاح المقاومة مستثنى من خطاب المرجعية. يعني ما جاي أفتهم، هل ممكن فعلا سلاح المقاومة مستثنى من خطاب المرجعية؟ زين ليش مثلا المرجعية، مثلا أولاد المرجعية يسوون عزاء للسيد حسن نصر الله ويبكون بعزاء السيد حسن نصر الله، واللبنانيين يصفون سلاح حزب الله بأنه سلاح خارج سلاح الدولة. زين شنو سلاح المقاومة بالعراق اللي تريد المرجعية داخل الدولة؟ وشلون أسوى عزاء لسلاح حزب الله اللي هو يوصف من قبل اللبنانيين خارج؟ ما جاي افتهمها بصراحة، اريد اعرف تفسيرها استاذ نجاح، اريد افتهمها. تفضل. والله ما تريد لو تريد تفتهم خليني اكمل لك. شلون ما تريد تفتهمها؟ لا والله انت تريد تستمع. تعرف ليش انت تقول اللبنانيين يقولون سلاح حزب الله خارج نطاق الدولة؟ زين ماكو شيء. سلاح حزب الله في كل بيان وزاري للحكومة اللبنانية سلاح المقاومة مشروع للدفاع عن لبنان وعن سيادة الدولة. فمن الطبيعي جدا أن والمرجع السيستاني وصف قادة النصر شهداء أبو ميدي المهندس وقاسم سليماني بأنهم قادة النصر، لكن واسمح لي أكمل لك الفكرة. لكن فيما يتعلق بسلاح الفصائل، أنا لا أسميها الآن مقاومة، أتحدث بالعموميات، لأن المقاومة لا تأخذ مشروعيتها من مرجع أو من شخص أو من مؤسسة، لا هذا حق مشروع وكفلته كل الشرائع الدنيوية والدينية والسماوية، وأقل شيء أبسط شيء المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فصائل مسلحة وقوات عسكرية صهيونية إسرائيلية موجودة في أراضي اللبنانية. بالمناسبة في لبنان يعني حتى هاي جبهة المساندة التي شنها حزب الله في 8 أكتوبر لم يشنها داخل الأراضي الفلسطينية، شنها في مزارع شبعة وكفر شوبة، وأكو حوالي 13 نقطة تابعة للبنان يحتلها الكيان الصهيوني. فوفق البيان المساري سلاح حزب الله سلاح المشروع، هذا ترك جانبا. فيما يتعلق بفصائل المقاومة في العراق والسلاح اللي خارج إطار الدولة، أنا أؤيدك تماما أن السيد المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني
يشمل في حديث وصل واضح كل سلاح خارج إطار الدولة يجب أن يحصر في إطار الدولة. خصوصا هذا البيان الأخير صدر أو هذا الكلام صدر بعد استهداف منزل إمام جمعة النجف ويحط عليه 1000 خط السيد صدر الدين القبنشي. من اللي استهدف منزله؟ مو سلاح خارج إطار الدولة. فأما في قضية المقاومة نعم هي كل الفصائل كل سلاح الفصائل مشمول ببيان السيد المرجع السكستاني إلا أن موضوع المقاومة أمر منفصل ما يحتاج إلى مشروعية. شو وضح ليها ما جاي افتهمها؟ أقول موضوع المقاومة موضوع يعني شنو معنى كل السلاح خارج الدولة يجب أن يشمل بسلطة الدولة يعني من ضمنها السلاح الفصائل؟ أي فصيل نعم أي فصيل سلاحه خارج إطار الدولة لازم يحصر بالدولة. وهم كلهم مقاومة يقولون إحنا مقاومة اليوم سرايا أولياء الدم يقولون إحنا مقاومة وفصائل وضربنا إسرائيل. شوف أخي عدنان المكلف هو اللي يقرر المصداق وين. المرجع ما يقول له أنت هذا سلاحك خارج الدولة لو مو خارج الدولة هو يعرف كل زين. بس حتى المرجع لا يجعل هنالك شبهة تتحدث عن موضوع أنه أن يعني أن العراق لا يريد أن يقاوم الكيان الصهيوني. أنت شوف أكو مشكلة كبيرة وأنا دائما أقولها مع كل الأسف والحكومة العراقية والدولة العراقية ما توضحها. إحنا في حالة حرب مع الكيان الصهيوني شئنا حالة التوصيف مو معناه شيل سلاحك وروح لا مو معناه. من أقول في حالة حرب أقول أن هذا العراق من 1948 عندما دخل الحرب مع الكيان الصهيوني وفي 49 تم التوقيع على هدنة رودس وقعتها الأردن ووقعتها لبنان ووقعتها سوريا ووقعتها مصر. العراق لم يوقع. بعدين العراق شارك ب 67 و 73 المفاعل النووي العراقي قصف. سئل بيغن من قبل الأمريكان لماذا قصفتم العراق وهو حليفنا يسوي لنا حرب ضد إيران؟ قال لأنه في حالة حرب معنا لو يسوي اتفاق سلام لو لا. وبعدين إجا صدام وقصف 39 صاروخ الكيان الصهيوني. يعني العراق في حالة حرب ماكو اتفاق سلام بين العراق وبين إيران. فمن يجي الكيان الصهيوني ويستخدم أجواء العراق ويهدد الجارة إيران وإيران بإمكانها أقول بإمكانها أن تستخدم نفس الأسلوب ماذا يفعل العراقيون؟ ممكن تنشئ فصائل ممكن تنشئ فصائل جديدة لا بس هذه الفصائل مناسبة ممكن تنشئ فصائل جديدة لأن القوات الأمريكية موجودة والحالة أيضا بين الأمريكان وبين العراق ما محسومة. طيب ما وفقا لكلامك هذا أستاذ نجع وفقا لكلامك هذا يعني هذا السؤال الأستاذ عائد هاي فرصة مناسبة للحكومة أنه خلاص تضغط على الفصائل وتجردها من سلاحها خلاص ماكو سلاح ماكو سلاح يعني وتتولى هي المقاومة وتتولى هي أمر الدفاع عن العراق أمام القوات أو العدوان الإسرائيلي. ماكو مشكل تتبنى الحكومة هي المقاومة يكون خطابها خطاب مقاوم أو ما تتبنى وفقا لتوجهاتها ضمن مجلس النواب العراقي. هاي فرصة أمام حكومة السوداني أنه تجرد الفصائل من السلاح. أستاذ عائد سيدي الكريم يعني احنا نريد نتحدث عن السلاح اللي موجود في الشارع العراقي لا نتحدث عن سلاح لربما لدى هذا الفصيل أو تلك. السلاح موجود في كل منزل عراقي. السلاح الموجود لدى العشائر العراقية لربما يفوق بشكل كبير جدا حتى الفصائل وهذا واضح كان وجلي يا أستاذ عائد الله يخليك. العشائر عندهم طائرات مسيرة أتهم البي كي سي يطلعون من الصير فاتح يظلون يرمون يشيعون يظلون في اسمه شو عندهم العشائر يا أخويا يا أستاذ عائد عد موجود. المهم يعني أنا أتحدث أنه السلاح يعني ليس عندهم طائرات منحصرا فقط طائرات مسيرة صارت عند العشائر. إحنا عندنا مشكلة بالطائرات المسيرة يعني القوام صير القوامة بالطائرات المسيرة هسه كيف صير القوامات بالطائرات على أي حال. شوف ساعدنان احنا بالنسبة ان اليوم عندما نريد ان نحصر السلاح بيد الدولة العراقية نحتاج بكل تأكيد الى جهد كبير جدا من قبل الدولة العراقية على كل الصعد وعلى كل المستويات. يعني هاي الناس الان المتواجدة بكل تأكيد هي تبحث عن امور لربما او عن ضالتها.
فاليوم عندما تجد الدولة العراقية فرص عمل كثيرة جدا وتوجد هنالك رخاء وتنمية وما إلى ذلك، من الممكن أن نقوم مساحة السلاح المنتشر في الساحة العراقية. لا أحد يرغب بأن يكون لديه سلاح وأن تبقى الدولة العراقية كما كان يقول جعفر الخفاف: أنا منذ فجر الأرض ألبس خوذتي. على شنو إحنا مثل هذا الموضوع القائم اليوم؟ الدول سبقتنا بشكل كبير جدا وهنالك خطوات كبيرة. هسه لو إحنا اليوم قد نهجنا منهج الجمهورية الإسلامية في عملية البناء وعملية الدفاع وعملية بناء القدرات، هسه هذا ما نريد نتحدث عنه، يعني لربما احنا نقول لا هذا بالعكس هذا فشيء إنجاز كبير جدا. لكن المشكلة الأساسية احنا نعاني بشكل كبير جدا، ومنذ فترة حتى في زمن النظام المباد كان يتحدث عن أسلحة ومعدات وتقنيات، وبالتالي يعني تكشفت الأمور وكانت هنالك يعني ضحوكة كبيرة جدا، يعني كنا مخدوعين بها لفترات طويلة، وتحلل الجيش العراقي بلحظة عين وانتهت الأمور. فإذا علينا أن ندرك بشكل كبير جدا أنت أمام عدو كبير تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية لديها شركاء ولديها حلفاء يريدون تغيير خارطة المنطقة. علينا على أقل تقدير اليوم نحافظ على جسم الدولة العراقية. هناك نزعات حتى الآن اليوم، يعني حقيقة ظهرت نزعات بشكل كبير، والفصائل وشعارات المقاومة تريد أن يا سيد الكريم. احنا أيضا هذا الموضوع هو موضوع، يعني أنا إذا تريد توجه لي هذا السؤال أنا أقول إنه هذه السبب هو الولايات المتحدة الأمريكية. لو لم توجد الولايات المتحدة الأمريكية داعش لما احتجنا إلى أن يكون هنالك فصائل وعش شعبي وما إلى ذلك. لكن المشكلة الأساسية عندما جاءت المخابرات الدولية وأتت بداعش إلى العراق، فبكل تأكيد الناس انبرت للدفاع عن أعراضها عن مقدساتها عن أموالها، وأصبحت هذه الحالة حقيقة عملية الخروج منها عملية صعبة كما قلنا تحتاج إلى وقت طويل جدا يا سيدي. لكن أنا أريد أن أتحدث عن موضوع، بس إذا تسمح لي يا أبو عمار أريد أتحدث عن موضوع، ولربما هذا الموضوع سوف يكون مفاجأة أو لربما مفاجأة الحلقة. أنا أعتقد من وجهة نظري وكما عود العالم ترامب على مفاجآت، أعتقد أنه هنالك لقاء سوف يجمع السيد ترامب بالسيد مسعود بزشكيان هسه في قطر في عمان في سويسرا، وأعتقد أن الأمور ذاهبة بهذا الاتجاه. ما مو بعيدة أبداً، مو بعيدة هاي القصة. الإيرانيين لديهم القدرة على هذا الشيء، أنه يلتقي بزشكيان يعني ترامب راح التقى بش اسمه هذا مزمزم مدري شو اسمه هذا بكوريا كوريا كوريا الشمالية. نعم. أبداً أبداً، والإيراني لربما أنه يعاد إنتاج هذا السيناريو. لا الإيرانيين يعاد إنتاج هذا السيناريو. أنت تعال احكي ويا جماعتنا الربعنا اللي شو اسمه يروحون هيك وداخلين بالحرب ويهوسون ومهاويل وكذا ومضحين ببلدهم. استاذ عبد الجبار احمد ما هي هاي القصه، هذا الما هذا اللي ما يعرف راسه من رجله. تفضل دكتور عبد الجبار، يعني تعتقد انه السيد يعني الان اذا نسوي مقاربه اي سوي مقاربه، ما انا موافق على المقاربات. إذا عم سوي مقاربة بين الموقف الرسمي الإيراني والموقف الرسمي العراقي إذا ما يحدث في المنطقة، نشوف أول ميزة تمتاز بها إيران هو وحدة القرار الرسمي الأمني والسياسي وحتى الاقتصادي والعسكري. إذا وحدة القرار تعطي هيبة للدولة. في الحالة العراقية عندنا مجموعة قرارات، لذلك تضعف من هيبة الحكومة العراقية، وحينما تضعف من هيبة الحكومة العراقية هذا الضعف ستكون له أكلاف استراتيجية، أولاً على وجود الدولة، ثانياً على طبيعة معادلة الحكم، وبالنتيجة المتحققة الذي يبحث استراتيجياً عن علاقة استراتيجية وآصرة مستدامة عراقية إيرانية، إذا لابد عليه أن يحسب الأكلاف أن المقابل أمامهم حكومة مغتصبة، نتنياهو راعي دولي تعدم سياسة التدمير وزيادة الأكلاف. السؤال: هل يتحمل العراق هذا الجسد السياسي اللي يتحدث عن تنمية وخدمة أن تكون أكلافه عالية؟ ثانيا الخاسر سيكون ليس فقط العراق، الخاسر بالضرورة هو انفكاك الشراكة الاستراتيجية الإيرانية العراقية. إذن خلينا نبحث بعقلانية. الصواريخ المسيرات في جنبتها العقائدية لا إشكال في ذلك، لكن أيضا الحروب هي أكلاف استراتيجية تحسب. إذن لماذا لا يكون للعراق قرارا رسميا أمنيا سياسيا عسكريا على غرار امتلاك السعودية للقرار السياسي، على غرار قطر، والله هاي على غرار هذا الوقت أكو فرصة سانحة وكبيرة
أنه العراق يمتلك قرار سيادي. هي هو نعم هذا القرار هو ليس انهزاما أمام نتنياهو لا سمح الله. هو عدو واضح لكن هو حساب لأكلاف استراتيجية. الأكلاف الاستراتيجية تقول بما أنه أطراف تعتمد العقلانية والبراغماتية اتحاد أوروبي يريد يعتمد براغماتية وعقلانية مع ترامب، الناتو عنده مشاكل، موضوع المناخ فيه مشاكل، العالم كله عنده مشاكل، لكن هل يلجؤون للتصعيد والبراغماتية؟ إذا من حق العراق وحكومته أيضا تعتمد البراغماتية من دون أن تبخس حق كل من ساهم في مواجهة في تعضيد حزب الله والحالة اللبنانية في غزة وإلى آخره، لكن المصالح تتفاوت، المصلحة العراقية العليا هي التي ينبغي أن تكون حاضرة في هذا المجال. طيب والله أنا بصراحة يعني أحس هذا الحوار بناء وموضوعي، خاصة مع أنه نبرة أستاذ نجاح يعني كنت أتوقعها مختلفة. الله يوفق إن شاء الله للبرغماتية ودائما يكون بهاي العقلانية والحكمة، أنه فعلا الحكمة الإيرانية تطغى على الحكمة العراقية أستاذ. يعني الإيرانيين من يقولون أستاذ عدنان إحنا أستاذ عدنان نعم الأول لا توجد شراكة استراتيجية بين العراق وإيران، هذه ملاحظة مهمة، لأنه قلت لك إحنا علاقتنا يعني العلاقة العراقية الإيرانية مع كل الأسف محكومة فقط البند الأول من القرار 598. نحن بحاجة إلى إيجاد اتفاقية سلام مع إيران، وبعد ذلك يمكن أن نتحدث عن اتفاقية تعاون مشترك، دفاع، عدم اعتداء وهكذا. ثانيا في قضية العقلانية والبراغماتية، العراق نظام السياسي يختلف عن النظام في إيران. نظام السياسي في العراق نظام محاصصاتي، فلا تستطيع أن ما تقدر تحمل جهة معينة مسؤولية إخفاق أو فشل. في نفس الوقت حتى في موضوع الانتصارات التي تحققت أيضا هم لا نستطيع أن نقول في جهة واحدة تحتكر هذا الانتصار في قضية مثلا محاربة داعش. نعم العراق عندما يكون دولة ذات سيادة ويخرج قوات الأمريكية يخرجها أو على الأقل يتفاهم حول تواجده، هسه بعد ترامب صار صديق المنطقة أستاذ، هو صديق عرقشي وصديق السيد السوداني، ليش نخرجهم يا أستاذ النجاح؟ صاروا أصدقاء. شكرا لك أستاذ نجاح محمد علي الباحث في الشأن السياسي، والأستاذ عائد الهلال السياسي مستقل، والدكتور عبد الجبار أحمد أستاذ العلوم السياسية. هي قشمرة صارت يا أستاذ، والله قشمرة. ينقتلون شباب أنه ضد أمريكا، عرقشي والسوداني خابرون ترامب أصدقاء أمريكا، ولكم قشمرة. بكل مقام مقال. بكيفك يا أستاذ، والله ما أعرف أكو ناس ماتت بسبب هاي القصة. يعني وين نختم إحنا؟ يلا شكرا لكم. قشمرة.